غادي نحتاجو 500 غرام. حنا غادي نديرو غير كمية قليلة للتجربة فقط، 500 غرام ديال الدقيق الأبيض. غادي نحتاجو 300 غرام ديال الماء، وراه الماء كيتعبر بالغرام ويتعبر بالمليليتر اللي بغيتو. لينا 300 مليليتر هي 300 غرام، 300 مليليتر أو 300 غرام ديال الماء. غادي نحتاجو شوية ديال الفرماج غابي بحال هاد الشكل، أنا اختاريت لي مونطال. غادي نحتاجو قليل من الزيتون، ولكن هاد جوج العناصر راه ما غنديروهمش مع العجينة الأولى حتى للثاني. غادي نحتاجو قليل من العسل، غنحتاجو واحد المعلقة ديال زيت الزيتون ياك، ثم قليل من الملح. غادي نحتاجو واحد الملعقة ديال الخميرة حبوب ديال البولونجي. غادي نحتاجو واحد نصف باكية ديال الخميرة ديال الحلويات. إذا غادي ندوزو مباشرة للطريقة. غنديرو هنا واحد حفيرة بحال لي من هكدا، غادي نديرو الخميرة، غنديرو قليل من الملح، ولكن دائما بحال كنقول لكم دائما الملح ما ديروهاش مع الخميرة، ديروها في الجانب هنا هكذا، خليوها حتى ديروا الماء عاد جبدوا الملح للوسط. غادي نديروا هاد المعلقه ديال زيت الزيتون، غنديروا واحد المعلقه ديال العسل الحره، ثم غادي نضيفوا ديك النسبه هي ديال الخميره ديال الحلوى، ثم نبداو نعجنوا بهذه الطريقه. ها الملح خليوها، الملح خليوها، عجنوا شويه هكذا، خلطوا هذا غير شويه مع بعضياته، خليوا الملح دائما جانبا، ثم ضيفوا ديك الكميه ديال الماء هنا، كميه مره واحده، ثم عاد خلطوا مع الملح. اذا غادي نبقاو ندلكوا هذا، نجمعوه وهذا وندلكوه لمده تقريبا واحد 15 دقيقه. هاد الخبز لهاد المده نديرو فيه واحد شويه الطحين باش نجمعوه ياك. غادي نجمعوه وغادي نقسمو هاد العجينه على جوج، على جوج. انا نقول لكم علاش كنا غادي نديرو هادي وحده فيهم الاولى، غادي نخليوها جانبا هكذا، ديك الساعه غادي نغطيوها ونخليوها تخمر. الثانيه غادي نحفروها شويه هكذا ياك، غادي نضيفو الزيتون، نضيفو القليل من الزيتون مقطع طريفات رقيقين، نضيفو شويه ديال الزيتون، غادي نضيفو شويه الفرماج، ماشي بزاف، ماشي بزاف الفرماج، هذا يكفي ياك. وغادي تواصلو العجين ديالها مزيان، عجنوها مزيان لمده 10 دقائق. اذا بعد ما خلطنا هذه المده المطلوبه، غادي نديرو واحد جوج ديال لي صالاديه هكذا، نديرو فيهم شويه الطحين، غادي نديرو الاولى هنا، غادي نديرو الثانيه هنا، وغادي نغطيو بالفيلم اليمونتير، نغطيو بالفيلم اليمونتير، نغطيوهم بجوج وغادي نخليوهم يخمروا لمده ساعه المكانه. اذا بعد ما خمرت العجينه ديالنا ها هي تضاعف الحجم ديالها تقريبا 3 مرات، اذا غادي نحيدوها بشويه الطحين بطبيعه الحال، نحيدوها لهاد البول. هذه راه العجينه العاديه اللي بالزيتون، ها هي باقي، غادي نخدمها من بعد، نحيدوها هكذا. راه هي خصها تجي شويه خفيفه هاد العجينه. غادي نديرو شويه الطحين في لو بلون دو طرافاي، وغادي نجيبو هاد العجينه هنا بحال هكاكم. مره اخرى يفولها ديغازي لان كيكونو فيها لي غاز اللي كتخليهم خميره. غادينا الجناب نصاوبوهم مزيان بهاد الشكل ياك، وغادي نديروها فواحد الفران وغادي نوضعوهم بهاد الشكل.
اذا بعد ما خمر الخبز هانتوما كتشوفوا كيفاش رجع ضعف الحجم ديالو، غادي تشوفوا واحد لا مغازي واحد تكون جديده طبيعه الحال، غنديروها في الطحين وغادي نشرطوا هاد الخبز ديالنا بهاد الطريقه. شرطوه مزيان باش يجي باين، هاك عاودوا ديروه في الطحين، شرطوه مزيان. ثم غادي نواصل انا غادي نواصل هاد المساله ديال تشريط الخبز، وهذا ندخلوه للفران لمده تقريبا واحد 20 دقيقه تقريبا في درجه تكون ديال 340 درجه، ولكن مع المراقبه. وكتعرفوا ان الشهر ديال رمضان كيكثر فيه استهلاك العسل، انا بغيت على الهامش بهذه المناسبه نقدم لكم واحد الطريقه باش تعرفوا العسل واش حره ولا ماشي حره. هي طريقه سهله، شوف غدير واحد المعلقه تقريبا ديال العسل في واحد الزلافه هكذا، غادي تجيبوا شويه ديال الماء مع عادي الروبيني، غادي تخويوه فوق هذا العسل، غتخويوه واحد قليل من الماء هكذا ياك، وغادي تبقاو دوروا هذا الماء، دوروا مزيان مزيان مزيان، وغادي تشوفوا العجب. شوف اذا كانت العسل ماشي حره راه الماء غادي يتخلط معاها، غادي يرجع في يعني تكستور وحده غادي تجمع، ولكن اذا كانت العسل حره شوف كدير الشهده ديال النحله، شوف كدير الشهده، شوف اذا هذه اشوف الشهده كدير الشهده ديال النحله. اذا هذه هي الطريقه باش تعرفوا واش العسل حار ولا ماشي حار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.